شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد بالأسبوع الأخير من شهر آذار مارس 2022؟ بدي أقول لك عزيزي، كون على ثقة أنه أعمالك لن تذهب سدى، بل ستسير نحو الاعتراف فيها قريبا. كون حذر جدا وابتعد عن الاستعراضات والتحديات، رغم هالشي بين التنين والثلاثة. أما إذا أردت القيام بمبادرة أو الإعلان عن جديد أو دعوة الناس أو البوح بعواطف أو أي خطوة، فاختار يوم الأربعاء ويوم الخميس 23 و24. حاول أنك تبتعد عن الضوء بين الجمعة والأحد 25 26 27، لأن يمكن ينطفئ شعاع ما، أو تشعر ببعض الارتباك على أثر بعض الأخبار، أو تضطر لأنك تواسي أحد المقربين. تجمع الكواكب ببرج الدلو بالإضافة للقمر يوم الاثنين 28 والثلاثة 29 بحتموا عليك الابتعاد عن النزاعات. يمكن تفسخ شراكة بهالوقت، أو تناقش هالفسخ، أو تضطر إلى فراق أو إلى قطع علاقة. انتبه، لكن الفلك بيتحدث عن طموح كبير وتحقيق لبعض الأحلام المهنية بنهاية هالشهر، خاصة بين الأربعاء 30 والخميس 31. أنت بتستحق النجاح يا عزيزي بعد جهود قصوى قمت فيها.